تعرفي ايه؟ طلع بيتنا. ابوكي مش فوق. هروح للمحل. ولا في المحل. امال ابويا فين يعني؟ ابوكي في المستشفى. انا ابويا جرى له حاجه؟ ابوكي في المستشفى وحالته زي الزفت وانت السبب. اي حاجه وحشه بتحصل للراجل ده انت السبب فيها. اتشفى يا سلامة. اتشفى كمان. قول اللي انت عايزه. ولا اتشفى فيكي ولا عايز منك اي حاجه. انا قلت اقول لك هو في مستشفى ايه. عايزه تعرفي تمام، مش عايزه تعرفي انت حره. استنى، مستشفى فين؟ ميعاد الزياره كمان نص ساعه وانا رايح. هلا، ازيك يا حياتي؟ وحشتيني قوي والله. وانت يا روح الروح عامل ايه؟ كويس كده الحمد لله. يلا يا ساميه شوفي انت كنت رايحه فين. لا راحه ولا جايه بشوقك. بقول لك ايه يا هاله، بيسلمي لي على امك.